أشهر قبائل الأردن وصاحبة البطولات الخالدة، ترى من هم الحويطات الذين أوقفوا الأتراك عند حدهم واستقبلوا أشراف الحجاز؟ تقول رواية إنهم ينحدرون من نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جهة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فيما تقول أخرى بأنهم يعودون بجذورهم إلى الأنباط الذين حكموا المنطقة لفترة من الزمن، وكانت عاصمتهم البتراء القريبة من معان، كانت مركزاً تجارياً هاماً على طريق القوافل التجارية المتنقلة بين اليمن والحجاز وبين بلاد الشام والعراق، بينما هناك رواية ثالثة تقول إنهم يعودون بجذورهم إلى جماعة كانت قادمة من الحجاز ومرت بمدينة العقبة في طريقها إلى القدس. عشيرة الحويطات هي من أشهر العشائر التي تستقر من زمن بعيد في جنوب الأردن، وتشكل عشائر الجازي والنجدات وأبو تايه العمود الفقري لها. الحويطات هي من قبيلة هتيم الحجازية، وفق رواية تقول إنه كان مع الجماعة صغير أصيب بداء وهم في غزوة، فتركوه في رعاية عائلة عقباوية، ولم يلبث الصغير أن تعود على هذه العائلة وأحبها بشدة وبادلته نفس المحبة. فلما عادت جماعته من القدس في طريقها إلى الحجاز، أوهمتها العائلة العقبوية بأن الصغير قد فارق الحياة، فانطلقوا إلى الحجاز وبقي الصغير في العقبة. اسم الطفل كان غازي، واسم رب العائلة التي رعته واحتضنته كان معاذ، جد قبيلة بني عطية. وعندما كبر غازي تزوج من ابنة أكبر أبناء معاذ، وبدأ التنافس على الزعامة بين غازي وبين أبناء معاذ، وانتهى الأمر لصالح غازي بعد أن تدخل في فض النزاع حاكم مصر في وقتها. وتورد رواية تفسيرا طريفا للغاية لسبب تسمية الحويطات بهذا الاسم، فتقول إن غازي رزق بولد من زوجته، وكان هذا الولد منذ صغره قويا مهابا. وفي يوم من الأيام خرج مع عدد من أقرانه الصغار في نزهة، وعندما عاد وحيدا هلع أهالي الصغار على أولادهم وظنوا أن سوءا ما قد لحق بهم، فهرعوا للبحث عنهم فوجدوهم جالسين داخل دائرة رسمها لهم ابن غازي، وطلب منهم ألا يغادروها حتى يعود ويأذن لهم بالخروج من تلك الدائرة التي رسمها بعصاه حولهم، وكانت تسمى باللهجة الدارجة عند البدو في ذلك الوقت بالحوطة، فسمي أبناء غازي من بعده بالحويطات نسبة إلى تلك الحوطة. عشيرة الجازي التي تنحدر من الحويطات كان لشيخ عرار بن جازي شأن كبير في المنطقة في أواخر القرن التاسع عشر، وتصدى لمحاولة الحكومة العثمانية نزع سيادته عن المنطقة، وحصل بينهما نزاع أودى بحياة العديد من الجنود الأتراك، فألقت الحكومة العثمانية القبض عليه بواسطة حيلة أوقعته في أسرها، لكن لم يلبث أن أطلق سراحه. كان الشيخ حمد بن جازي من رجالات الأردن الذين كان لهم موقع مؤثر في الأحداث في بداية تأسيس الإمارة، فقد كان من بين رجالات الأردن الذين استقبلوا الأمير عبد الله في معان. يعود نسب جد الحويطات حويط وفق إحدى الروايات إلى الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد وردت هذه الرواية في العديد من الكتب التراثية، وهم أول من استقبل الأشراف عند قدومهم من نجد والحجاز، وقد لعبت القبيلة دورا هاما في مناصرة الأشراف ضد الحكومة التركية بقيادة الشيخ عودة أبو تايه. الحويطات هي قبيلة كبيرة تقع منازلهم بين تيماء جنوبا والكرك شمالا ووادي السرحان والنفود الكبير شرقا وساحل خليج العقبة وشبه جزيرة سيناء غربا، وتتوزع عشائر الحويطات على تجمعات كبيرة للغاية، هي المطالقة، الفريجات، المحلف، أنعمات، أسعديين، وهذه التجمعات تتوزع بدورها إلى فروع كثيرة. هل سمعتم يوما عن قبيلة الحويطات؟